أهلا بكم. أخرج ابن أبي شيبة عليه رحمة الله بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم من أيام الله كان جالسا بين أصحابه، فذكروا الغيلان، فقال عمر بن الخطاب: لا يستطيع أحد أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيت منهم ذلك فأذنوا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أن الغيلان هم سحرة الجن، ولذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله أن الغيلان نوعا من الشياطين يتراءون للناس ويتلونون لهم. سمعت قبل كده عن سحر الجن؟ طب تعرف ايه هي علاماته؟ تعرف ان ممكن يكون اللي عمل لك السحر ليس من البشر ولكن من الجن، عشان يتحكم في جسدك ويستطيع ان هو يستمتع بيك كما يرى. عايزك تركز معايا لدقايق معدودة عشان اعرفك ايه هي علامات سحر الجن، وايه هي الاحلام اللي بتدل عليه، وايه الاشياء اللي ممكن تلاحظها في جسدك بتدل على ذلك، لربما ان يكون السحر اللي انت مصاب بيه من الجن وليس من البشر. قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولاول مرة بتشوفني حاول انك انت تضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل شير للاشخاص اللي بتحبه. تعرف ان الجن ممكن ان هو يسحرك وليس البشر؟ يعني ممكن اللي يكون عامل لك السحر ده من الجن وليس من البشر. ايوه، ممكن اللي يكون عامل لك السحر ده من الجن وليس من البشر. وفي علامات كثيره جدا بتدل على سحر الجن. اول علامه من العلامات: ما حصلش في مره من المرات شفت نفسك وانت نايم انك بتاكل وصحيت من النوم لقيت اثر الطعام في فمك؟ تعرف العلامه ديت بتدل على ايه؟ بتدل على ان الجن اكلك الطعام وانت نايم. ممكن واحد يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده غير صحيح، ازاي ان انا هشوف ان انا باكل وانا نايم؟ في ناس كتيره جدا حصل معاهم الكلام اللي انا بقوله، ويا ريت لو واحد حصل معاه ده يعلق ويحط كومنت تحت الفيديو ويقول ان فعلا كلامي صحيح. بيجي الانسان يشوف هو نايم ان هو بياكل ويصحى يلاقي اثار الطعام في فمه، بعد ذلك يحس بانتفاخ في معدته، وبعد الانتفاخ ده يصحبه امساك لفتره زمنيه تمتد لثلاث ايام، ثم بعد ذلك ارهاق شديد جدا في الجسد. كل ده علامه من علامات سحر الجن للانسان. واذكر في مره من المرات قبل ما يقارب من 10 سنين، سيده تقيم في احدى الدول الاوروبيه تواصلت معي عشان كانت عايزه تتخلص من السحر، فذكرت لها برنامج علاج معين مشيت عليه. سبحان الله تحسنت الحاله 100%. ثم بعد ذلك قالت: انا شفت في المنام ان انا باكل اكله معينه وصحيت من النوم لقيت اثر الطعام في فمي. بعد الرؤية ديت ما بستطيعش ان انا اتوضأ، ولو اتوضيت ما بقدرش ان انا اصلي، وحياتي انتكست رأسا على عقب. الجن لهم سحرة، وعايزك تعرف ان الجن هم اللي بيعلموا السحر للانسان، وده اللي وضحه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اذا يا اخي الكريم، الشياطين تنشئ السحر للبشر عشان تتحكم فيهم، وده سحر يسمى سحر من تلقاء نفسي. مش عايزك انك انت توهم نفسك وتقول ياه يعني انا مسحور من الجن. لا، انا هذكر ليك علامات، العلامات دي تحاول انك انت تطبقها، ثم بعد ذلك تمشي على برنامج رقية معين، ثم بعد ذلك ما تخليش نفسك تحدثك وتخلي نفسك توسوس لك وتقول انا مصاب او انا مش مصاب. الحاجات دي لها علامات ولها دلائل، والناس اللي بتشتكي من الاشياء دي هم هيكونوا اكثر استفادة من الكلام اللي انا بقوله. عشان كده يا اخي الكريم، لازم انك انت لما تشوف انك بتاكل في المنام ثم بعد ذلك تصحى من النوم تلاقي اثر الطعام في فمك، حاول انك انت تستمع لرقية الشرعية. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، حاول انك انت تسرع لاي عطار تجيب من عنده مثلا اي مادة تساعد على الترجيع، او تحاول انك انت تشرب مية بملح وترجع كل اللي في معدتك، او تاخد سنمكي عشان يحصل لك عملية اخراج وبعد ذلك معدتك تنضف من الاشياء اللي هي فيها. لان سبحان الله السحر لما بيدخل في جسم الانسان، وخصوصا السحر الذي ينشا من تلقاء نفسه، لان الامام الرازي عليه رحمه الله قسم السحر الى 10 اقسام، منهم السحر الذي ينشا بتلقاء نفسه، وهو السحر اللي ما بينشاش بواسطه، زي بيقول لك مثلا ايه، خلينا نجيب اثر من فلان، نجيب شعره منه، نجيب حته من هدومه. لا، السحر اللي بينشأ من تلقاء نفسه هو السحر اللي بيعمله الشيطان بذات نفسه، وبيحطه في الطعام بتاعك. ممكن انك انت وانت بتتعشى يحطه لك في الطعام. ممكن تقول ازاي ان الشيطان يقدر ان هو يعمل السحر للانسان؟ لا، وكمان يحطه في الطعام. هقول لك تعالى ننتقل انا وانت لكتاب دراسة في ظلال القرآن للمؤلف أحمد الجمل عليه رحمة الله، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظه لو كان على قيد الحياة. هذا الرجل يقول في كتابه أن كانت هناك امرأة في العصور الوسطى يقال لها آني بولين. هذه المرأة كانت ساحرة عظيمة جدا، لدرجة أن هي استطاعت أن تسيطر على الملك هنري الثامن وتتزوجه وتنصب نفسها ملكة على إنجلترا رغم اختلاف رجال الكنيسة. ويقول المؤلف أبو ري أن هذه المرأة استطاعت أن هي
تموت 12 شخص بالسم، واللي كان بيصنع لها السم تتصور مين؟ الشياطين. ايوه الشياطين هم اللي كانوا بيصنعوا لها مادة السم، وكمان هم اللي بيحطوها في الطعام. لذلك كان هناك رجل في الكنيسة بيعرضها اسمه الكاردينال افينال. هذا الرجل تخلصت منه. تقدر انك انت ترجع للقصة لان القصة طويلة. الشاهد من الموضوع ان الشياطين هم اللي استخدموا مادة السم ووضعوها في طعام 12 قسيسا ورجل من رجال الكنيسة والمسؤولين كانوا مخلفينها وكانوا رافضين زواجها من الملك هنري. لذلك يا اخي الكريم عايزك تعرف ان الشياطين تستطيع ان هي تحط السحر في الطعام بدون ما تحس، وتستطيع ايضا ان هي تعمل لك السحر. وعشان كده في علامات تدل على سحر الجن لك، والسحر المتجدد غالبا ما بيكون سحر ما بينشأش من تلقاء نفسه، ولكن السحر المستمر هو سحر الجن. ولازم ايضا انك انت تتخذ الاسباب الصحيحة اللي من خلالها تستطيع انك تتخلص من سحر الجن. وطبعا عشان تعرف كده، الجن دايما بيجدد السحر على فترات متباعدة، وبتجيلك علامات من ربنا سبحانه وتعالى. اول هذه العلامات زي ما قلت لك، تشوف نفسك انك انت بتاكل في المنام، تصحى من النوم تلاقي اثر الطعام في فمك، ثم بعد ذلك تلاقي انتفاخ موجود عندك في المعدة، يصحب هذا الانتفاخ امساك لفترة زمنية تمتد ل3 ايام. بعد ذلك تحس ان في ارهاق شديد جدا في جسمك، انك انت انطوائي، ان جسمك مهدود، ترغف في النوم لفترة طويلة جدا من الزمن، تحس دايما بخمول، تحس دايما ان الاشخاص اللي محيطين بيك بيحاولوا ان هم يضروك، ويكون عندك وساوس ان الكل عايز يأذيك او الكل عايز يضرك. وطبعا حسب نوع السحر، السحر اللي معمول لك ده معمول لك ليه؟ هل معمول لك للتفرقة؟ هل معمول لك انك انت ما تتزوجش؟ هل معمول لك ان هو سحر نزيف؟ هل معمول لك انك انت ما تحمليش؟ هل معمول لك انك انت ما تتجوزيش؟ هل معمول لك بالخوف؟ هل معمول لك بعدم الطعام؟ الاسحار تختلف، وليس للسحر تعريف محدد. ولذلك يا اخي الكريم، لما تشوف الرؤية ديت في منامك لازم انك انت تذهب للعطار وتجيب مادة تساعدك على الترجيع او الاخراج او الاسهال بمعنى اصح، عشان السحر بيكون لسه متجدد ليك. ففي الفترة دي تقدر انك انت تتخلص من السحر وتنتهي منه نهائيا. وعايزك تركز معايا لدقائق معدودة. من ضمن العلامات اللي بتدل على ان الشيطان سحرك، انك انت لما تيجي تاكل تحس ان في رائحة غير جيدة في الطعام. ممكن مثلا وانت بتاكل كده تشوف ان الطعام ريحته مش كويسة، او ان الطعام طعمه مش كويس، او ان في طعم نتن. وانت الطعام سبحان الله الاشخاص اللي بياكلوا حواليك شايفين ان الطعام كويس وان الطعام طعمه جيد وطعمه جميل، ولكن انت لما تيجي تاكل منه تلاقي ان الطعام طعمه نتن. طب ايه ده يعني؟ ايه معناه؟ طب ايه اللي بيحصل؟ ما انتش عارف، وتيجي دايما عندك انفة من الطعام لفترة زمنية تمتد لمدة 2 او 3 ايام، نفسك مسدودة عن الاكل، ما انتش عايزة تاكلي ولا انت عايز تاكل. ولما تيجي تاكل زي ما قلت لك تلقى ريحة في الطعام مش كويسة، وتلقى دايما انك انت عايز ترجع وما انتش قادر انك انت ترجع، عايز تخش الحمام ومش قادر انك انت تخش الحمام، ناهيك عن ان ربما يصاب البعض بالغازات وما يقدرش ايضا ان هو يخرج بره من الام المعده اللي بتصحبه في ال3 ايام اللي يعني بتيجي بعد سحر الجن ليك. الجن ايضا او الشياطين بيسحروا الانسان، وسبحان الله بيختاروا بعض البشر اللي بيكون لهم يعني شخصيات معينة أو كاريزما معينة، فهو بيصحب دايما الإنسان ويحاول إن هو يمسكك ويحاول إن هو يحط حاجة في طعامك. فلازم إنك أنت تقرأ أذكارك في الصباح وتقرأ الأذكار في المساء، ومش عايزك تنسى لما تيجي تاكل أي طعام حاول إنك أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل الطعام. وكذلك برضو يا أخي الكريم، إحنا هنعمل رقية لمدة 3 دقائق بالظبط، هنعرف من خلالها إذا كان أنت بتعاني من سحر مأكول والسحر ده كان من طرف الجن ولا لا. وبعد ذلك هقول لك إزاي تتخلص من سحر الجن المأكول، وبعد ذلك هنتكلم عن السحر المرشوش ونتخلص منه إزاي، لأن أي سحر بيعقبه سحر مأكول، سحر مشروب، سحر مرشوش، سحر أيضا مشموم، سحر مدفون، وده موضوع هنشرحه فيما بعد. عايزك تركز معايا، ممكن إنك أنت توقف الفيديو لمدة دقيقة وتقوم تتوضى وترجع؟ وقفت الفيديو، توضيت، غمض عينك وركز معايا لمدة 2 دقيقة بالظبط. غمضت عينك، جاهز، هبدأ القراءة إن شاء الله. ركز معايا وهنثبت إذا كان عندك سحر مأكول ولا لا. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريض اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. غمض عينك يا أخي الكريم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون بسم الله تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن تنتفخ المعدة الآن إذا كان فيها سحر تنتفخ المعدة بأمر الله تنتفخ المعدة بأمر الله تنتفخ المعدة بأمر الله يسحب كل عارض سحر يسكن في المعدة يسحب كل عارض سحر من الجن يسحب كل ساحر من الجن في الجسد للقدم اليسار بأمر الله ينتقل كل عارض في الجسد من سحرة الجن للقدم اليسار ينتقل كل عارض في الجسد من سحرة الجن للقدم اليسار بأمر الله حسيت بانتفاخ في معدتك أو صوت نملت رجلك الشمال حاول انك انت تستخدم اي ماده تساعدك على الترجيع يا اخي الكريم وحاول انك انت تقرا سوره البقره لمده 41 يوم على ميه وتشرب من الميه ديت وتحاول انك انت تغتسل بها لو قدرت لمده 41 يوم خلي كل الماء اللي بتشربه مجرى عليه ان استطعت وان شاء الرحمن تتخلص من سحر الجن لان ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا حاول انك انت تذهب للعطار تجيب اي ماده تساعدك على الترجيع ورجع واقرا سوره البقره لمده 41 يوم واشرب واغتسل منها لو قدرت او حاول انك انت تخلي كل الماء اللي بتشرب منه لمده 41 يوم ماء مجري خلاصة الحلقة ديت انك انت لو شفت في منامك انك انت بتاكل وصحيت من النوم لقيت عندك انتفاخ في معدتك ثم بعد ذلك غازات ثم بعد ذلك امساك ثم بعد ذلك انك انت لما بتيجي تاكل تلاقي ريحة في الطعام مش كويسة او طعم مش كويس او حاجة كأنها نتنة في فمك حاول انك انت تروح لأي عطار تجيب منه اي حدث تساعدك على الترجيع والإسهال أو الإخراج أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا أجمعين بحفظه ويحمينا من شر الجن
وكيتهم. اللهم امين يا رب العالمين. لو عجبك المقطع ده ما تنساش تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليكم مطب تحت، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم في امان الله.